سكر وانا مهند، والنهارده رجعنا فيديو جديد، والنهارده الفيديو هيكون عن الماتش بتاع الكوره. زي ما انتوا عارفين يا جماعه ان النهارده في ماتش كوره، الاهلي ضد الزمالك، وطبعا الماتش النهارده هيكون نار 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 نار، انا قلبي قايد نار. وطبعا زي ما انتوا شايفين ان انا اهلاويه وانا زملكاوي، وهنشوف مين اللي هيكسب. طبعا الاهلي هو اللي هيكسب، لا الزمالك، الاهلي. انا اهلاويه وبفتخر كمان، وانا زملكاوي وبفتخر. لما تحب تجيب الجون كلم سكر على التليفون، لما تحب تجيب الجون كلم مهند على التليفون. دلوقتي هيبدا الماتش، وكمان هنشوف مين اللي هيكسب، الاهلي ولا الزمالك. ايوه ان شاء الله الزمالك هو اللي هيكسب، لا الاهلي هو اللي هيكسب. انا واثقه في فريقي اللي انا بشجعه، واثقه فيه 100% كمان، وانا كمان واثق في فريقي. يا جماعه عايز اقول لكم معلومه، ان سكر بتهتم بالكوره اكتر مني، مش عارف ازاي، مع اني يا ولد المفروض بهتم بالكوره اكتر منها، ازاي مش عارف. ايوه اصلا مهند لسه عارف من شويه ان هيكون في ماتش النهارده الصراحه. وطبعا احنا مش هننزل نتفرج على في كافيه او اي حاجه، احنا هنتفرج في البيت زي ما احنا كده عادي. ايوه لان الكافيه بيكون زحمه بقى ودوشه وهيصه وهي وكده، واحنا مش بنحب الحاجات دي. لا احنا بنحب الحاجات دي يا كذاب. ايوه معاك حق، بس الحقيقه المره ان مامتي ومامته مش موافقين ان احنا ننزل في الكافيه عشان نتفرج على الماتش. احنا متعودين على حياتنا القاسيه يا جماعه، عادي جدا هنتفرج على البيت عادي. اهلي اهلي هو هو، اهلي اهلي هو هو، اهلي اهلي هو هو. اشمعنى انت بتشجعي فريقك؟ انا كمان هشجع فريقي الزمالك الزمالك الزمالك. يا ولاد المحظوظة اسكت بس ما تقرش عليهم. ايوه اهلي 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 الله عليهم، جامدين جامدين جامدين. ايوه يا عمرو السلية جامد، انت اللي جبت الجون الجامد جدا ده. الله الاهلي جامد جدا جدا جدا، واو شفتوا بيدخل الكرة ازاي، شفتوا بيدخل الكرة ازاي. انا بقول لك يا ابني الاهلي ده حاجه فخر جدا، يعني انا مفتخر ان انا اهلاويه. ان شاء الله دلوقتي الزمالك هيجيب جونين وثلاث اجوان و10 و16 و600 جون كمان، ده ازاي ده في احلامك يا حبيبي. هنشوف هنشوف. اوه 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 جون جون جون، لا 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 يا شناوي، لا يا شناوي شيكا خطير. ايوه يا شيكابالا جامد، ايوه يا شيكابالا. شفتي دخل الجون ازاي، شفتي دخل الجون ازاي. ان شاء الله الاهلي دلوقتي هيجيبوا جون وهنغلبكم. غيرانة؟ أنا مش غيرانة، هو ده شيكابالا الجامد، هو ده شيكابالا، عاش عليك عاش. أدينا قاعدين ومستنيين وهنشوف في الآخر مين اللي هيكسب، هنشوف. لما تحب تجيب الجون كلم سكر على التليفون، لما تحب تجيب الجون كلم سكر على التليفون، لما تحب تجيب الجون كلم مهند على التليفون، لما تحب تجيب الجون كلم مهند على التليفون. أهلي أهلي هو هو، أهلي أهلي هو هو. أهلاوية وبفتخر، أهلاوية وبفتخر، أهلاوية وبفتخر، أهلاوية وبفتخر. أهلي أهلي هو هو، أهلي أهلي هو هو. لما تحب تجيب الجون كلم سكر على التليفون، لما تحب تجيب الجون كلم سكر على التليفون. بيب 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 أهلي، بيب 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 أهلي. زملكاوي وبفتخر، زملكاوي وبفتخر، زملكاوي وبفتخر. زمالك زمالك زمالك. لما تحب تجيب الجون كلم مهند على التليفون، لما تحب تجيب الجون كلم مهند على التليفون. بيب 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 زمالك، بيب 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 زمالك. خلينا نكمل الماتش ونشوف مين اللي هيكسب. ايوه ان شاء الله الزمالك هو اللي هيكسب، ان شاء الله الاهلي هو اللي هيكسب. يا جماعه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، انتوا اهلاويين ولا زملكاويين؟ ايوه يعني بتشجعوا نادي الاهلي ولا نادي الزمالك؟ سكر مهند عاملين ايه؟ ازيك يا جودي عامله ايه؟ ازيك يا جودي؟ يا جودي هو انت زملكاويه ولا اهلاويه؟ انا اهلاويه وبفتخر كمان. ايوه يا جودي ايوه. ليه كده يا جودي؟ في اخر الماتش هتندمي.
انت اللي هتندم يا مهند، انت اللي هتندم. الهلاويين ان شاء الله هما اللي هيكسبوا وهيفرحوا كمان. ايوه يلا سلام بقى عشان اروح اكمل الماتش بتاعي. طيب ماشي. او 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 لا 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 او 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 مبروك مبروك. وزي ما شفت الزمالك خسرت. يوه سكر. انا هقولك على حاجه. ايه مهند؟ انا اعلن دخولي الى نادي الاهلي. بجد؟ ايوه انا من هنا ورايح بقيت اهلاوي. اهلي اهلي هو هو اهلي اهلي هو هو. طبعا مشجعين نادي الزمالك معلش ما تزعلوش معلش، الحياة مكسب وخسارة عادي يعني. بس الاجوان اللي جابوها الاكل هي كانت جامدة جدا جامدة جدا جدا جدا. لما تحب تجيب الجون كلم الاهلي على التليفون. لما تحب تجيب الجون كلم الاهلي على التليفون. اهلي اهلي هو هو اهلي اهلي هو هو. شايفين الجون عامل ازاي؟ روعة روعة روعة. طبعا الف مبروك لنادي الاهلي وكمان هارد لك لنادي الزمالك. ما تزعلوش. باي.